تعتبر الزراعة المائية من أكثر الطرق الزراعية فاعلية في الإنتاج النباتي لأنها تعتمد على الوسائل والتقنيات الحديثة اللي بترفع كفاءة الإنتاج الزراعي وبتقلل استهلاك الموارد المائية إضافة إلى أنها تستغل مساحات صغيرة للزراعة. حالياً هناك أكثر من 60 سيدة فاعلات في قطاع الاقتصاد الأخضر من خلال اعتماد الزراعة المائية كإحدى القطاعات الغير تقليدية اللي بتوفر فرص عمل للسيدات في الأغوار الشمالية. خلال السنتين الماضيات تلقينا تدريبات ودورات متعددة لحتى نكون قادرين على إنشاء المشروع وإدارته وضمان استمراريته. عندنا هدف أنه نساعد بحل بعض المشاكل البيئية التي بتواجه المنطقة وبنفس الوقت صار عندنا مساحة آمنة للعمل بتساعدنا على أنه يكون عندنا مصدر دخل.